خايفين من ربنا. وبعدين ربنا بيرد على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابه وعلى الناس كلها: الم يجدك يتيما فاوى؟ قال له: فاما اليتيم فلا تنهر. كنت يتيم شو ما عملت معاك ايه؟ يبقى النهارده اليتيم تعمل معاك ايه؟ زي ما ربنا وقف جنبك وانت يتيم، اقف انت النهارده جنب اليتيم. طيب انا ابويا ما ماتش وابويا عايش وام عايشه، يعني انا مش يتيم. طب هب ان انت النهارده اللي مت وابنك يتيم، كنت عاوز الناس تعمل مع ابنك ايه او بنتك ايه؟ زي ما كنت محتاج ان الناس تعمل مع ابنك وبنتك الخير، انت النهارده اعمل مع اليتيم الخير. ربنا انعم على اولادك بوجودك واصلهم، وقدامك يتيم، خليك انت مكان اللي مات وشفت النهارده اولادك يتما. كنت عاوز الناس تعامل اولادك ازاي؟ انت بقى عامل اليتيم زي كده. فاما اليتيم فلا تقهر، واما السائل فلا تنهر. السائل اللي جاي لك يقول لك اديني، ما توبخوش، ما تسبوش، ما تعاملوش بغلظه، لان انت ما تعرفش الايام بتتقلب ازاي. النهارده انت معاك، ممكن بكره ما معكش. النهارده انت بصحتك وماشي على رجليك، بكره ممكن ما تقدرش حتى تقعد. سبحان الله. وكلنا شفنا الناس اللي كانت فوق نزلت، واللي عنده قوه ما اعرفش مين نزل. الايام مش مضمونه، لا العمر مضمون، ولا الصحه مضمونه، ولا المال مضمون. المضمون بس هو طاعتك لربنا وايمانك بربنا وخوفك منه. ده اللي هيجيب عليه صحتك وعافيتك وفلوسك ورضا عيالك عليك وحب الناس ليك. هو ده اللي بادي، هو ده اللي بيجي لك. ان الناس هتقول الله يرحمه، ان الناس هتشيل عيالك فوق دماغك، ان الناس هترحم بناتك فوق وتخليهم صوره قدامك. هو كده يا اخوانا كما تدين الجدال. الم يجدك يتيما فاوى؟ ووجدك ضالا فهدى؟ ووجدك عائلا فاغنى؟ فاما اليتيم فلا تقهر، واما السائل فلا تنهر، واما بنعمه ربك فحدث. اللي ربنا اداهولك بقى قول ربنا اداني. طلع نعمه ربنا عليك اللي معدي على الناس، اوهبها للناس، حدث بنعمه ربنا. والحديث بنعمه الله هي اسدال النعمه على البشر. الحديث ان انا ابين النعمه دي على الفقير، هتسيل اجيب له جهاز بنت بلبله فقيره، اجيب لها بوتجاز، اجيب لها اي حاجه استرها بيها. الطفل اليتيم ده محتاج لك، البنت اليتيم محتاجه لك. فين النهارده حق اليتيم؟ وديناه فين؟ ليه اليتيم النهارده بيحقد على الغني؟ نسال نفسنا ايه اللي عملته تجاه اليتيم النهارده؟ احنا بنقول لك فلانه دي عايزين نجهزها تهرب مننا، فلانه دي محتاجه بوتجاز زيك زي، يعني مش هجيب لها بوتجاز زي بنتك، اي حاجه هترضى بيها. عاوزين لها غساله عاديه، مش فول اوتوماتيك ولا معرفش، غساله عاديه ب 340 جنيه. بتهرب مننا عشان ايه؟ انت بتهرب بالفلوس بتاعت ربنا، مش بفلوسك انت، لان هم اللي عطاها لك وخلاك حارس عليها. لان ربنا ممكن يسلبها منك في شويه مرض ملوش لازمه، في شويه مرض تضيع كل اللي وراك واللي قدامك وتقعد زي ما انت مريض. فين حق اليتيم؟ مين هو اليتيم طيب؟ اليتيم هو من مات عائله، اللي بيعول، اللي بيسعى لمصالحه ويجيب له اكله وشربه وكسوته، اللي بيسكن. يبقى اليتيم من بني ادم هو من مات ابوه او العائل بتاعه، واليتيم من الحيوان من ماتت امه، لان اللي بيعول الحيوان الصغير ده امه مش ابوه، ابوه بيقع على الانسان خلاص، انما اللي بيعول الحيوان الصغير ده امه. يبقى اليتيم من الحيوان هو من ماتت امه. ولذلك يا اخواننا كلنا ما
بتبص كده هو لليتيم بتلاقي قلبك بيرق لليتيم. اذا رق قلبك هذا لليتيم، لما جم ناس سالوا النبي صلى الله عليه وسلم وسالوا السيده عائشه عن قسوه القلوب، قالوا له قلوبنا قاسيه قوي، قلوبنا كالحجاره او اشد قسوه. الواحد قلبه عمره ما بكى ولا عمره ما رجع على حد، والواحد متهيألي عظيم يخلق الناس كلها. فالحبيب النبي والسيده عائشه تقول له امسح راس اليتيم يرق قلبك. شوف بص اليتيم وهو ماشي كده بهدوء مقطعه، بص لليتيم وهو بيبكي، بص لليتيم وهو بيبكي على ابوه اللي مات، قلبك اتقطع من جوه. خد يتيم كده من ايده وروح اكسيه، خد بنت يتيمه كده وروح مزلبه كده هو اي مكان واكسيها واكله لبس نضيف. بص اليتيم قاعد في مكان ملوش سقف وتجيب له بيته، نور له بيته يا اخي، دخل له ميه في بيته، اكل جنبيه ما تسيبوش. ده ربنا سبحانه وتعالى جعل حق اليتيم ده مقدم على حاجات كثيره جدا يا اخوانا. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين، وحط بعدين كل ده بعد اليتامى، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، وحط بعد اليتامى. شوف حق اليتيم فين؟ ده ربنا جعل حق اليتيم في الغنائم بتاعت الحرب. واعلموا انما غنمتم من شيء فانما لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين، وحط بعدين الاصناف الثانيه. يبقى ليه الخمس؟ الخمس بيتوزع الله ورسوله وذوي القربى واليتامى والمساكين، وحط بعد كده اعلموا ان لله خمسا، وحط بعدين امال ايه. يسالونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير وان تخالطوهم فاخوانكم. امال ايه هو كده يا اخوانا. اليتيم ربنا جعله حق حتى في الغنيمه في الفيل. الغنيمه دي بياخدها منين؟ إذا دخلنا معركة مع العدو وبننتصر عليه، الأموال اللي بناخدها بعد الحرب اسمها غنيمة. طب إحنا رحنا حرب وما حاربناش وكان في صلح وأصبح في حاجات العدو خدناها، ده اسمه فيء. الفيء ده من الغنيمة، الغنيمة بتيجي عن الحرب، الفيء ده مفيش حرب. ربنا برضه جعل للفقر لليتيم في الفيء ده. إنما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين، وحطوا بعدين. شفت بقى حتى اليتيم ربنا جعله حق يا اخوانا في أي حاجة تدخل البلد.